برحب بحضراتكم معانا مره ثانيه. على سلم العلاقات الدبلوماسيه في ما بين الدول، بيبقى عندما تعلن دوله زي ما مصر النهارده اعلنت، عندما تعلن انها سفير دوله ثانيه، في الحاله دي هو السفير التركي، انه هو شخص غير مرحب بيه، او زي ما قلت لحضراتكم بيرسونا نون جراتا، ده لفظ في الدبلوماسيه على المستوى الدولي. لما تعلن دوله عن انه السفير شخص غير مرحب بيه، دي المرحله ما قبل الاخيره. اي خطوه بعد كده لا معنى لها، اما انك تعود في كل القرارات دي، او النقطه الاخيره للوصول ليها هي قطع كامل للعلاقات. ده اللي حصل النهارده ما بين مصر وتركيا. مصر النهارده خدت الخطوه دي، يراها البعض انها متاخره، لانها كان من المفترض انها تحصل في مراحل مبكره عن كده. في وجهة نظر تانية بتقول انه لا، احنا والله كنا نمد حبل الصبر ونشوف هل هيتم التغيير ولا لا. اللافت ان ده حصل بعد شهر تقريبا، الشهر اللي فات، لو يعني الناس اللي بتتابع قوي تعرف انه تحس وتدرك انه الشهر اللي فات كان محاولة لاصلاح اللي حصل على مدى الفترة اللي فاتت. كان في نبرة تصالحية شديدة من السفير التركي في القاهرة، كان في نبرة تصالحية شديدة من وزير الخارجية التركي بشكل شخصي ومباشر. فعايزين نعرف ايه اللي حصل وايه الخطوات القادمة. هل كمان ده هيبقى له تأثير على العلاقات المصرية التركية الاقتصادية ولا لا؟ هل ده في معناه ترتيب دولي واقليمي جديد؟ دي أسئلة هنوجهها لسفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اللي بنشكره على وجوده معانا طبعا. ده أول حوار هيتم بعد المؤتمر الصحفي وبعد الإعلان المصري، ففي أسئلة كتير عايزين نسألها لحضرتك طبعا. برحب بيك. أهلا بحضرتك. اشمعنى تأخرنا كل ده وبعدين طلع القرار ده امبارح، والتصريحات مش تصريحات جديدة من رئيس الوزراء التركي؟ يعني القرارات اللي بتأخذها الحكومة المصرية ووزارة الخارجية هي قرارات بتكون على أسس موضوعية، ما بناخدش قرارات انفعالية أو عشوائية كما ذكر وزير الخارجية أكثر من مرة، وإنما تتم اتخاذ القرارات بشكل مدروس بشكل موضوعي. أعطينا الفرصة أكثر من مرة للجانب التركي، تم استدعاء السفير التركي في القاهرة يمكن 4 مرات في وقت سابق، وتم توصيل الرسالة تلو الرسالة بضرورة التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بضرورة احترام إرادة الشعب المصري. ولكن للأسف الشديد كان هناك دأب وإمعان من القيادة التركية ومن شخص رئيس الوزراء أردوغان على تكرار التصريحات المستفزة، تكرار التدخل في الشأن المصري، ولم يتوقف الجانب التركي عند حد التصريحات، بل أيضا يعني رصدنا بطبيعة الحال محاولات لتأليب بعض الدول في الخارج، إن كان داخل الاتحاد الأوروبي أو دول غربية، للمساس بالمصالح المصرية. كانت هناك أيضا استضافة للعديد من الاجتماعات لتنظيمات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، ومن ثم يعني كان لابد من اتخاذ موقف. هذا الموقف سبقه منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام استدعاء للسفير التركي في إلى مقر وزارة الخارجية، وكانت الرسالة النهائية أنه لابد، أنه لا يمكن إعطاء فرصة أخرى، وإذا لم يتم التوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات فسيتم الرد بكل قوة. ومن هنا جاء الرد على تصريحات رئيس الوزراء أردوغان في مطار أنقرة الدولي مساء يوم 21 نوفمبر في طريقه إلى موسكو. تحدث بشكل مستفز، كان هناك تزييف للحقائق، تدخل صارخ في الشأن المصري. ومن هنا جاء بيان وزارة الخارجية صباح اليوم، والذي تضمن 3 نقاط أساسية وإجراءات أساسية. هي الجزء الخاص بالسفير التركي؟ أولا تخفيض مستوى العلاقات بين البلدين من مستوى السفير إلى مستوى قائم بالأعمال. ثانيا استدعاء السفير التركي بالقاهرة لمقر وزارة الخارجية وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه وطلب مغادرته البلاد. وأخيرا كما تعلم سفيرنا في أنقرة كان قد تم استدعائه منذ 15 أغسطس، وتم نقله نهائيا إلى الديوان العام بوزارة الخارجية، ومن ثم لن يعود مرة أخرى إلى أنقرة. هذه الرسائل التي تم نقلها إلى الجانب التركي اليوم. طب يعني بس في تقدير وزارة الخارجية، هو إيه اللي جرى من حوالي 10-15 يوم؟ فضلنا كده 4 أسابيع، كان لحضرتك تصريحات واتكلمت معانا في حال يوم في الحكاية دي، وكان باين عليكم ان انتوا مش مصدقين، يعني كان باين على وزارة الخارجية انها مش مصدقة قوي. كان في 3 أسابيع من التصريحات الحميمة جدا،
السفير التركي كان موجود معانا، كان ناقص يقول احنا معتذرين بس ما قالش كلمه احنا معتذرين. كان وزير الخارجيه التركي برضو بيتكلم بنفس هذا في نفس هذا السياق. ايه اللي حصل؟ ثلاث اسابيع كده هدوء وصمت ومحاوله اعاده الدفء للعلاقات المتوتره، ومره واحده تطلع التصريحات اللي حضرتك بتتكلم عنها. هذه الاسابيع اللي حضرتك بتحدث عنها كانت فتره للترقب من الجانب المصري حتى تقترن الأقوال بالأفعال. كانت بالفعل هناك بعض التصريحات التي تهدف إلى التهدئة من الجانب التركي، وقلنا ننتظر لبعض الوقت حتى تكون الأفعال مقترنة بهذه الأقوال. وكانت هناك دعاوى لإعادة السفير إلى أنقرة، ولكن رفض هذا الطلب حتى نتأكد من أن الجانب التركي يعني أو القيادة التركية بمعنى أصح ستتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وتحترم إرادة الشعب. ولكن يعني زي ما بيقولوا رجعت ريما لعادتها القديمة، صدرت تصريحات منذ حوالي 10 أيام لرئيس الوزراء التركي في أثناء انعقاد اجتماع لحزب الحرية العدالة والتنمية هناك، وأشار إلى أن إشارة رابعة هي رمز للصمود. ثم جاءت تصريحاته مساء يوم 21 نوفمبر لتقطع الشك باليقين بأن هناك إمعان ودأب واستمرار وإصرار. هو كده في خط شغال عليه وزارة الخارجية وخط يعمل عليه رئيس وزراء تركيا، يعني وزارة الخارجية بتاعت الحكومة دي بتقول كلام التركية. مختلف التركية بتقول كلام مختلف عن اللي بيكلم او الاتجاه اللي بيمثله رئيس الحكومه يعني التركية. يعني هو يبدو ان المشكله في يعني قياده الحزب الحاكم وفي شخص رئيس الوزراء. التصريحات المستفزه التي مست العديد من الرموز السياسيه والرموز الدينيه الكبرى. ولكن يعني دعني اؤكد على نقطه هامه جدا. هذه الخطوات الثلاث التي تم اتخاذها اليوم لا تعني بأي حال من الأحوال قطع العلاقات مع تركيا. العلاقات مع تركيا قائمة، لأن كانت العلاقات الدبلوماسية كل ما تم هو تخفيضها من مستوى السفير التمثيل من سفير لقائم بالعمل. بالضبط. وإيه الفرق؟ الفرق فرق كبير. يعني حينما يعني يكون على مستوى السفير ده طبقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 61، دي أعلى مرتبة في العلاقات بين أي دولتين. ولكن هناك مستويات أدنى من ذلك، والمادة التاسعة من الاتفاقية أو من المعاهدة بتتيح للدولة المضيفة اللي هي في هذه الحالة مصر أن تقوم بتخفيض مستوى العلاقات إلى مستوى أدنى اللي هو بيسموه القائم بالأعمال بالإنابة، اللي هو الشخص التالي للسفير. ممكن يكون درجته وزير مفوض أو مستشار أو حتى ملحق أو سكرتير تاني أو تالت، بيكون هو بيتولى أعمال البعثة بشكل مؤقت لحين يعني إعادة النظر في مستوى العلاقات. هيطلع بيان من الخارجية تاني على رد فعل رئيس الوزراء التركي؟ يعني هو طلع دلوقتي وقال إنه تركيا لن تحترم الانقلابيين، وكان ومرة تانية أشار برابعة، ولا خلاص وده يعني وزارة الخارجية المصرية ستتوقف احنا يعني مرة أخرى احنا مش ردود فعل، مواقفنا لا تستند إلى ردود الفعل أو إلى مجرد الانفعال والانفعال اللحظي أو الوقتي، ولكن بيتم تقييم الموقف. هذه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء أردوغان سبق أن ذكرها نصا في مساء يوم 21 نوفمبر، وقمنا بالرد بشكل واضح ولا يحتمل اللبس. ومرة أخرى علاقتنا بالشعب التركي علاقة قوية، هو شعب صديق، والمسؤول عما وصلت إليه هذه العلاقات لهذا المستوى هو الحكومة ورئيس الوزراء تحديدا. هل اللي حصل ده لأنه من حوالي 3-4 أيام خرج وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وقال أنه الإخوان سرقوا الثورة وعبر عن موقف جديد للولايات المتحدة الأمريكية، فإحنا هنا يعني حسينا الوضع الدولي كله بدأ يتحول لصالح الخط الرسمي المصري؟ يعني هو بصراحة أنا يعني لا أستطيع أن أدعي أن أنا بفهم يعني مواقف القيادة التركية، ولكن يبدو أن هناك تغليبا من جانب رئيس الوزراء للمصالح الأيديولوجية الضيقة
الحزبية التي تربطه بالإخوان ويغلب هذه المصالح فوق المصلحة العليا للبلدين ومصالح الشعبين. فأعتقد ده هو اللي بيحكم المواقف في القيادة التركية للأسف الشديد. لا لكن احنا هل القرار ده يعني في ناس لحظة معينة قالت ان القرار ده كان المفروض يصدر من بدري من الجانب المصري، هل احنا دلوقتي لانه حاسين انه الامور دوليا في صالحنا فاتخذنا هذا القرار؟ ده كان عامل مساعد للخارجيه المصريه؟ على الاطلاق ليس له علاقه، بدل ما تفتح معارك مع كل الناس يعني. على الاطلاق ما فيش اي علاقه، انما كنا احنا مره اخرى بنقيم الموقف. تركيا دوله كبرى، دوله اقليميه كبرى، مثلما مصر دوله اقليميه كبرى، ومن ثم اعطينا الفرصه اكثر من مره، يعني تم استدعاء السفير اكثر من مره، ولكن حينما وجدنا أن الطرف الآخر لا يستمع إلى لغة المنطق ويغلب المصالح العليا على المصالح الحزبية، كان لابد من اتخاذ موقف. إيه السلبيات اللي ممكن تبقى وزارة الخارجية قبل ما تاخد قرار زي ده بتدرسها؟ إيه اللي ممكن تبقى متخوفة منه وزارة الخارجية؟ بطبيعة الحال المصلحة القومية للبلاد، مصالح الجالية المصرية في الخارج، كل ذلك يتم دراسته بعناية. مرة أخرى بأؤكد أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية لم تمس على الإطلاق. أبسوط دلوقتي ممكن يقول مثلا خلاص طيب إحنا ما بقاش عندنا سفرة وعندنا قائم بالأعمال، أنا بقى أخذ يعني أخذ راحتي في هذا الاتجاه، أستضيف أنشطة أكتر لتنظيم الإخوان الدولي، أدعمهم بشكل اقتصادي أكتر على مستوى التواجد داخل تركيا. ايه السيناريوهات اللي حضرتك ممكن تبقى الجانب المصري حطها في حسابه؟ السيناريوهات يعني هناك طبعا مرة أخرى بيتم تقييم كل الأمور على أساس موضوعي، وبتبدأ بشكل يعني متصاعد، ما بتبدأش يعني بتاخد مواقف يعني تصعيدية منذ البداية. لو نرجع لورا كده كم أسبوع من في الماضي هتجد أن نمرة واحد مصر قامت باستدعاء سفيرها للتشاور، وبعد كده تم إلغاء المناورات البحرية التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي، وبعد كده جاء القرار الخاص برفض الطلب التركي زيادة عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة التركية في القاهرة، وبعد ذلك جاء أيضا الرد بعدم إعطاء مؤسسة التيكا اللي هي مؤسسة المعنية بالمساعدات التركية للخارج مقر لها والسماح لها بالعمل داخل مقر السفارة التركية وعدم إعطائها مقر مستقل. كل هذه خطوات، يعني أنت في العمل الدبلوماسي ما ينفعش أنك تأخذ الخطوة الأخيرة، تبدأ بالخطوة الأخيرة، بيتم التصعيد على حسب موقف الطرف الآخر. هل متوقعين مواقف عدائية أكتر؟ لا يعني لكل حادث حديث. احنا حتى الآن أكيد بيبقى عند حضراتكم يعني بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، إنما تم يعني القرار اللي تم اتخاذه اليوم كما ورد في بيان وزارة الخارجية تم دراسته بعناية، تم التنسيق بشأنه من جانب كل الإدارات المعنية داخل الوزارة، من جانب الوزارات المعنية في الدولة المصرية، ويعني كان الأمور واضحة بالنسبة لنا. النهاردة كان الجانب التركي ردا على استدعاء السفير المصري، قاموا بالفعل باستدعاء القائم بالأعمال المصري هناك، وكان اللقاء عادي خالص، وقاموا باتخاذ إجراءات مماثلة. طبعا تعرف السفير المصري موجود من 15 أغسطس، هم قالوا ان احنا يعني بنعتبر السفير المصري ايضا شخص غير مرغوب فيه، وهو مقيم في القاهرة منذ منتصف أغسطس كما ذكرت، ومن ثم يعني احنا تحركاتنا محسوبة وليست خاضعة لردود الفعل. ده بيبقى قرار من وزير الخارجية ولا قرار يشاور فيه رئيس الحكومة او رئيس الدولة؟ لا بطبيعة الحال يتم التشاور مع رئيس الوزراء والسيد الرئيس باعتباره هو المعني بإدارة السياسة الخارجية للبلاد وفقا للإعلان الدستوري. اتخذتوا القرار ده من يوم 21 ولا وأعلنتوا عنه دلوقتي ولا في حاجات طبعا في خلال هذه الفترة اللي فاتت يعني. بطبيعة الحال بيتم التشاور مع أجهزة الدولة المعنية، اللي السيد وزير الخارجية بيعرض طبعا على السيد الرئيس توصياته،
في هذا الشأن، وحينما يقرر السيد الرئيس الأخذ بهذه التوصيات يتم الإعلان عنها باعتبارها موقف رسمي يعكس موقف الحكومة المصرية. طيب أنا عايز أسأل دلوقتي حضرتك، يعني وزارة الخارجية بتتعامل إزاي مع الأدوار، مع توزيع الأدوار؟ تركيا فيها توزيع أدوار، الولايات المتحدة الأمريكية فيها توزيع أدوار، تصريحات إيجابية جدا من وزير الخارجية جون كيري، وتصريحات تانية من مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس. بتقيموا آخر موقف ولا بيبقى رد فعلكم إيه بالظبط؟ بتقيسوا يعني التصريحات الأخيرة دي بتقيسوها إزاي من وزير الخارجية الأمريكي؟ يعني بطبيعة الحال بيتم يعني وفقا للنظام السياسي في أي دولة، عادة طبعا رئيس الدولة ووزير الخارجية هما اللذان يعبران عن الموقف الرسمي لهذه الدولة أو تلك فيما يتعلق بالشأن الخارجي، ومن ثم وزير الخارجية جون كيري هو الذي يعبر عن الموقف الرسمي الأمريكي وهو ما يعتد به. هذه مسألة تقسيم الأدوار موجودة في كل دولة من دول العالم بما في ذلك مصر الآن بعد الثورة، هناك يعني نظام ديمقراطي موجود في مصر، ومن ثم في أيضا توزيع الأدوار كما تعلم في مجتمع مدني، في دبلوماسية غير رسمية الآن موجودة ولها صوت مسموع ويتم تقسيم الأدوار معها. موقف وزارة الخارجية يحكمه اعتبارات كثيرة، اعتبارات. بس ساعتها حضراتكم بتحكموا أنه الموقف الأمريكي ده موقف إيجابي، الأخير ده موقف إيجابي ولا سلبي ولا توزيع أدوار؟ الموقف واضح، ولا بتقول إن ده خارج من وزير الخارجية فده له ثقة له؟ بالضبط كده، هو يعني الموقف الذي يتم إبلاغه للجانب المصري على المستوى الرسمي هو الموقف الذي يتم الاعتداد به. حينما جاء وزير الخارجية جون كيري في زيارته الأخيرة للقاهرة والتقى بوزير الخارجية، تحدث عن حوار استراتيجي مع مصر، تحدث عن نقل رسالة من الرئيس أوباما بدعم إرادة الشعب المصري ودعم خريطة الطريق، تحدث عن الإدانة الكامنة للعنف والإرهاب سواء في سيناء أو داخل الوادي والدلتا. كل هذه هي التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي، هي التي تعكس الموقف الرسمي الأمريكي والتي يتم الاعتداد بها. لكن عايز أسألك في نفس السياق المسألة الأمريكية، هل دلوقتي ده نتيجة مباشرة، حضراتكم بتعتبروا ده نتيجة مباشرة للزيارة الروسية ولا لا؟ يعني أستطيع أن أقول أن في إدراك أكثر من الجانب الأمريكي لحقيقة الوضع في مصر، أن هم ما كانوش عارفين إيه اللي بيحصل. يعني مرة أخرى، بس أكيد زيارة روسيا مش هي اللي عرفتهم، يعني أحد الأسباب. يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم نيابة عن الولايات المتحدة، وإنما بطبيعة الحال ليس الانفتاح مع روسيا فقط، وإنما أستطيع أن أؤكد أن العامل الحاسم هو صلابة موقف الشعب المصري، أن كان في إرادة مصرية واضحة. حينما أيقن الجانب الأمريكي أن هناك أغلبية كاسحة داخل الشارع المصري تدعم خريطة الطريق، تدعم تحرك القوات المسلحة في 3 يوليو، وأن هذا التحرك مدعوم شعبيا وجاء استجابة للإرادة الشعبية، أنا أعتقد ده كان العامل الحاسم وراء حدوث تحول في الموقف الأمريكي. خريطة الطريق بتساعد وزارة الخارجية أكتر؟ يعني الواحد كان سافرت الفترة اللي فاتت وقابلت صحفيين كتير، كان دايما السؤال الأولاني أنه هتعملوا ايه في تعديلات الدستور؟ هل تتصور حضرتك انه التعديلات الدستوريه تحسن الموقف او تدعم الموقف المصري في علاقاته بالعالم الخارجي اكتر ولا؟ بدون شك طبعا السياسه الخارجيه هي انعكاس امين للسياسه الداخليه، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي مش هتقدر تعمل من فسيخ شربات ما كانش. يعني طبعا التحسن المضي، التحسن في الاوضاع الامنيه، التحسن في المسار السياسي، تنفيذ خريطة الطريق، تنفيذ استحقاقاتها الثلاثة، يعني التعديلات الدستورية تسهل من مهمة وزارة الخارجية. طبعا 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 بطبيعة الحال. يعني احنا دلوقتي السياسة اللي بتنتهجها وزارة الخارجية هي سياسة هجومية، لم تعد على الإطلاق سياسة دفاعية، لم نعد نتحدث عما حدث في 3 يوليو إن كان ثورة أو انقلاب، احنا عدينا المرحلة دي تماما، احنا بننظر للأمام دلوقتي، بنقول إن في خريطة طريق، في استحقاقات، الأول استحقاق الدستوري، في استفتاء الدستور، وبنتحرك دلوقتي استضفنا
وفود من الخارج، وفد من الاتحاد الأوروبي لسه موجود داخل مصر الآن، لسه ذهب إلى المنيا منذ يومين في إطار المهمة الميدانية اللي بيقوم بها في تمهيدا للمشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور. كل ذلك طبعا ينقل رسالة واضحة أن في التزام من الحكومة المصرية بتنفيذ خريطة الطريق، أن في رؤية مستقبلية، أن في ثلاث مسارات ماشيين مع بعض، في مسار سياسي، في مسار أمني، في مسار اقتصادي، ومن ثم أن في توجه في رؤية واضحة للدولة المصرية لتحقيق تطلعات الشعب المصري في بناء الديمقراطية الحقيقية اللي خرج من أجلها في 30 يونيو. بمناسبة التعديلات الدستورية والاستفتاء المتوقع، يعني حضراتكم طبعا هتقدموا توصيات أو تقدموا اقتراحات للجنة المشرفة على الانتخابات أو على الاستفتاء، هل عندكم ترتيبات معينة جديدة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج عشان يشاركوا في الاستفتاء؟ يعني في طبعا اتصالات يومية بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات، الهدف منها هو التنسيق. طبعا اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها وضع كل السياسات وكل المواقف الخاصة بالمشاركة في الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به. احنا دورنا مجرد ان احنا نمرة واحد بننقل رغبات وطلبات المصريين في الخارج، وده دورنا ودي مسؤوليتنا، واحنا نقلناه أكثر من مرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، خاصة فيما يتعلق برغبة الجاليات في الخارج بوجود ممثل عنها في لجنة الخمسين. نقلنا ذلك أن يكون إنشاء موقع إلكتروني للجنة الخمسين على شبكة المعلومات الدولية حتى تستنى للأعضاء أبناء الجاليات في الخارج المتابعة، وأن هم يكون لهم مواقف ورؤى محددة فيما يتعلق بالدستور الجديد. نقلنا أيضا مسائل متعلقة، بس لسه لغاية دلوقتي التسجيل ضعيف. طبعا 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 طبعا، يعني احنا آخر رقم كان معانا 600,000 بالظبط، 670,000. ولذلك احنا يعني من هذا المنبر المهم بنناشد الإخوة المصريين في الخارج سرعة تسجيل بياناتهم، إن كان هيكون مسجل لأول مرة أو تغيير البيانات إذا انتقل من دولة إلى أخرى أو من ولاية إلى أخرى. فدي مسألة مهمة عشان احنا كل المصريين في الخارج من السوابق اللي قبل كده بينتظروا الآخر يومين وكل يدخل وبتلاقي الموقع، اللي قبل كده برضو انه دايما عملية التصويت بتبقى قبل عملية التصويت في مصر بالظبط، يعني بتحصل قبلها باسبوع او 10 ايام على الاقل. بالظبط بالظبط، فدي نقطة مهمة جدا. احنا طبعا يعني ردا على سؤال حضرتك، كان لينا يعني تجربة الإشراف على الانتخابات، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية واستفتاء على الدستور في الوقت السابق، وخلصنا منها إلى العديد من الدروس. في طبعا تراكم خبرات لدى البعثات المصرية في الخارج، في لدى السفارات والقنصليات، ونقلنا محصلة هذه الخبرة وهذه الدروس المستفادة إلى اللجنة العليا، وهناك يعني حوار بناء موضوعي يتم، ولم يتحدد حتى الآن شكل تصويت المصريين في الخارج، وأعتقد يمكن في خلال الأسبوع القادم يعني هتكون الأمور أكثر وضوحا. لكن مرة أخرى يعني مسألة الرقم القومي ده يمكن هو السبب الأساسي وراء ضعف عملية التسجيل، لأن كما تعلم يعني اللجنة حددت أن لا يعتد إلا بالرقم القومي، إذا ما كانش عندك رقم قومي قبل كده كان الرقم القومي الباسبور، يعني عادة بيبقى الرقم القومي لازم يكون عندك رقم قومي أو جواز السفر المميكن. بالظبط، لأن ده اللي بيعتد بيه. للأسف الشديد عدد كبير جدا من المصريين في الخارج ما عندهمش. احنا حاولنا كوزارة خارجية، عملنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بين حركة ناس بيطلع عينها برا علشان تطلع البطاقة، لذلك هقول لحضرتك يعني لذلك انا اعرف ناس صحيح وزارة سفارة لبنان في اي مكان في العالم كويس، يعني بتروح لها تطلع البطاقة وانت واقف هناك. صحيح صحيح، بينما مثلا احنا في مصر ابعت والبريد وكمان صحيح. كم يوم وكمان يعني صحيح، لذلك احنا حضرتك حاولنا نتخطى هذه المشاكل بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية، وتم تنظيم مجموعة من
البعثات من وزارة الداخلية بيطافوا العديد من الدول خاصة الدول الأوروبية وبيتم إبلاغ طبعا أبناء الجاليات في الخارج أن في بعثة جاية من وزارة الداخلية وبيتم التصوير وعمل البطاقات الرقم القومي في الخارج تيسيرا على المواطنين المصريين. ويعني بس طبعا دي ليها إجراءات معينة، لازم يبقى في حد أدنى من العدد اللي هو طالب يعمل بطاقات عشان التكلفة. يعني أنت مش معقولة هتبعت أكتر وفد من وزارة الداخلية في 6 أو 7 أشخاص من المسؤولين في وزارة الداخلية على 10 أو على 15 واحد يعني عايزين يعملوا بطاقات رقم قومي، فبيتم تجميع العدد وبيتم اختارهم من خلال وسائل الإعلام المحلية، وتم بالفعل التوسع في إصدار العديد من بطاقات الرقم القومي في الفترة الأخيرة. سؤال أخير فيما يتعلق بخريطة العلاقات المصرية الدولية، متوقعين أي نوع من الاحتكاكات على المستوى الأيام اللي جاية مع دول تانية؟ يعني احنا دلوقتي بقت عندنا مجموعة مثلا عارفين قبل كده أنه هناك حلفاء في الخليج، هناك حلفاء على المستوى الدولي، هناك مشكلات مع تركيا، هل من الممكن احنا نشوف هذا التردي مثلا او هذا الاحتكاك بشكل رسمي مع قطر؟ هقول لحضرتك يعني اولا بالنسبه لقطر يمكن الوضع مختلف يعني نسبيا عن الحاله التركيه. الوضع في قطر اولا دي دوله عربيه بتربطك فيها هويه مشتركه، ومن ثم بيكون الصبر يعني ايه اطول. الصبر اطول، بس في راي بيقول انه العدائيه اعلى. تمام، يعني هرجع لحتة العدائية. المشكلة الأساسية مع قطر هي لا تخص مصر بمفردها ولكن تخص غالبية الدول العربية، وتم نقل هذا الموقف كان في محاولات قطر عربية يعني عشان صحيح تقرب وجهات النظر. صحيح، فشلت خلاص. فيعني لا يعني أنا لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه الأمور، يعني نتركها لحين اتضاح الصورة، لكن ما معناها أنها مستمرة. ما أستطيع أن أقوله أن هناك يعني قناة الجزيرة بما تبثه من أكاذيب وإفتراءات، وتم لفت نظر الجانب الرسمي القطري لمثل هذه المسألة، وعادة ما يكون ردهم أن احنا ما لناش دعوة بالجزيرة، دي قناة لها استقلاليتها. طبعا الكلام ده هو يعني كلام غير مقنع ولا يعني يقنع، لا يصدق ببساطه شديده. بالظبط، لا مقنع ولا هو صدق. بالظبط، قلنا لهم ايضا ان هناك دعم لطيار بعينه، انكروا ذلك وقالوا انهم لا يؤيدون اي قوه على الاطلاق وانهم يقفون الى جانب اراده الشعب المصري. لذلك يعني في مجال أرحب للتواصل معهم، الصبر أطول شوية لحين اتضاح الصورة، وهم عليهم ودين. بس ده صبر بدون سقف زمني ولا في سقف يعني في عوامل معينة هتخليك تغير الموقف؟ صحيح صحيح، طبعا أنت بتشوف الأقوال والأفعال الصادرة من الجانب القطري بتقيمها مرة أخرى، إن يعني تم توصيل رسالة مفادها إن لابد وبأسرع وقت ممكن أن يحدد الجانب القطري موقفه مع من يقف. هو يعني بترتيب الأمور كده، لو أنه هناك تحالف سياسي أو وجهة نظر مشتركة ما بين قطر وتركيا فيما يتعلق بالشأن المصري، وحضرتك قول لي أنا غلطان ولا صح، يعني يبقى الرسالة اللي خرجت من القاهرة النهاردة لتركيا هي رسالة على قطر أن تقرأها، يعني على قطر أنها تقرأها برضه، ولا أنا غلطان؟ يعني هي رسالة للجميع بدون أي تحديد ولا تخصيص. الرسالة واضحة أن من لا يحترم إرادة هذا الشعب العظيم، من يتدخل في شأنه الداخلي، من يمس سيادته، سيتم الرد عليه بكل قوة وبكل حزم. سفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على تشريفك لنا في الحياة اليوم النهارده. شكرا جزيلا. بعد الفاصل، مواقف سياسية واضحة لرجل كان مقرر دايما انه مش عايز يحتك بالسياسة، لكن وجد في ظرف استثنائي داخل لجنة الـ50. بنتكلم عن حكيم القلوب الدولي والمصري مجدي يعقوب، هيعرض مواقفه ورؤيته فيما يتعلق بتعديلات الدستور. هيقول لنا، لان هو زي ما بيقول غير سياسي، لا يخضع لمساومات السياسة كتير يعني، فهيقول لنا احنا نركز على ايه بخصوص هذه التعديلات، ايه المهم بالنسبه لنا، بالاضافه طبعا لارائه المتعدده. بعد الفاصل في الحاليه.